إذن مشاهدينا الكرام، حانت ساعة الصفر في تتويج الأبطال في مساء الإذاع في ختامي المرموم لعام 2023. في انطلاقات وتحديات كبيرة شهدت منافسات وتحديات خليجية في هذا المساء الجميل. 10 رموز من أشواط الصغار ذهبت، أو 16 شوطا خاصة بأشواط الرموز الصغار ذهبت جميعها لهجن الإمارات، ما عدا شوط آخر ذهب إلى الأشقاء في دولة قطر. هنا من خلال انطلاقات المساء تتوج هذه الأسماء بأشواط الرموز والمنافسات والتحديات الكبيرة. من خلال هذه المنافسات العملاقة لتشهد ويشهد ميدان المرموم لسباقات الهجن هذا اللقاء وهذا التحدي الكبير المميز الذي شهد تحديات هذا المساء من سن الإذاع، حيث بدت وغى بأول الكؤوس كأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، حيث انتزعت وغى هذه الكأس لتحتفل ويحتفل مالكها كذلك بهذا الإنجاز. هنا سعادة علي بن سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن العربية الأصيلة يتوج الأخوة الفائزين بهذه الكأس. هنا عامر بن عفصان المنصوري وكذلك هادف بن عفصان المنصوري في استلام هنا في استلام هذه الكأس. وهنا يأتي من خلال هذه اللحظات عامر بن حمد بن عفصان المنصوري وهادف بن حمد بن عفصان المنصوري يستلمون، وكذلك راشد بن هادي بن عفصان المنصوري يستلمون هذه الكأس، كأس وغى لمحمد بن علي بن حماد الشامسي في هذا الملتقى. هنا يأتي مانع بن علي بن حماد الشامسي ليستلم ويتوج بهذه الكأس. مانع بن علي بن حماد الشامسي في هذا الملتقى، كذلك يأتي هنا حمد بن هدي الشامسي في هذه المشاركة. هنا مانع بن علي فرحا بهذه الكأس التي قدمت من خلالها وغى ناموس وتحدي اسطوري في مساء المرموم شهد من خلال التحديات في هذه الملتقيات. شكرا نادي دبي لسباقات الهجن لاتاحه الفرصه. هنا حمد بن هادف بن عفصان المنصوري شاركا كذلك في هذه الفرحه. بينما نذهب مشاهدينا الكرام الى شوط الجعدان المفتوح لياتي والم هنا بشعار صعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان ليسجل هاتريك في هذا المساء وثلاثية كبيرة. سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، كذلك مطر بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، ياتي عبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان وعبد الله بن سلطان المضمر الاغفيلي ايضا حاضرا في لحظات التتويج والفرحة والناموس، فرحين بما قدم والم في الشوط المفتوح. هنا كذلك راشد بن سعيد بن مرخان، هنا كذلك التتويج بكأس الصايلة لصعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان. هنا سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان وعبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان فرحين بالكأس والبندقية حيث قدموا في هذا التتويج المسائي، كذلك بندقية أخرى مع المحليات الأصايل وهي بندقية ضاري لصعب المضمرين بثلاثية يفوز الصعب في هذا المساء ليقدم كذلك لجماهيره وعشاق هذا الشعار شعار صعب المضمرين ليتوج بثلاثية كبيرة أمسية تاريخية كأس وبندقيتين. هنا كذلك عبد الله بن سلطان الإغفيلي فرحا بما قدم في ميادين السباق من تضمير، كذلك مطر بن سلطان بن مرخان. هنا كذلك الشباب في احتفالية كبيرة نحو الفوز بألقاب هذا الختامي ختامي المرموم التراثي 2023. بينما نذهب إلى أشواط الإنتاج والمنتجين، ذهب كأس الإنتاج إلى أهالي قطر الأشقاء مع البويضة لمحمد بن ناصر الشنقل المري لتضيف هذا الإنجاز الثاني لها في هذا الموسم بأداء بطولي في خط النهاية. هنا بن شنجل محمد بن ناصر بن شنجل المري واخوانه في هذا الاداء وهذه المشاركه فرحين
بكأس الإنتاج من ميدان المرموم لسباقات الإجن. كأس المغفور له بإذن الله تعالى. الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم قدموا عرض جميل ورائع، مشاركة ضمن أقوى الأشواط المسائية في هذه الليلة. بينما شوط القعدان الإنتاج أيها الحفل الكريم ذهب إلى عديم محمد بن بطيء بن محمد الأغفلي. هنا يأتي كذلك هلال بن بطيء الأغفلي وكذلك راشد بن بطيء الأغفلي، حمد بن بطيء الأغفلي وكل الأخوة وطاقم العزبة بن ناموس ومحسن بن علي بن محمد الوهيبي مضمر عديم، حيث ينتزع هذا الرمز الثالث له في طيلة فترته ورصيده من خلال الذهب والانتصارات. بندقية الذهب هنا علي بن بطي كذلك الأغفلي فرحا بما قدم عديم ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين، فرحين بهذه السلالة المحلية الأصيلة سلالة شاهين دغاش في مشاركتهم في ميادين السباق، محافظين كذلك على الرموز. ويضيف الرمز الثالث له في طيلة فترته في السباقات في ميادين السباق المهندس حمد بن بطيء الأغفلي حاضرا في هذه المشاركة وهذه الفرحة. شكرا نادي دبي لسباقات الهجنة العربية الأصيلة على هذه الوقفة وهذه اللفتة لتتويج الفائزين ومع لحظات كذلك التنافس والتحدي، إلا أن الفرحة مع التتويج بلحظات الرموز هي فرحة مهمة ومكسب حقيقي.